شكرا بنات، سلام وش المباركة سعيدة بصحة وسلامة. اليوم نعطيكم وصفة ديال ميني برجر وبيتزا، ميني بيتزا حتى همايا، وطيب بيضات صغار اللي كنديروهم معمرين بدقيق القمح الكامل. طبعا بزاف الناس طلبوهم مني هاد الوصفات وقالوا لي نكثر بزاف فيهم من الوصفات اللي فيهم هكا دقيق صحي شوفان او دقيق قمح. فاليوم كما قلت لكم غنزل هاد الوصفه عن قريب غير مع الفيديوهات كي يعمر عندنا التليفون بالفيديو وما كينزلوش بسرعه، فكياخذوا عندي لاسباس ما كنقدرش نصور وحدين اخرين حتى ينزلوا الاخرين، هذاك الشيء علاش بعض المرات كنتعطل. دونك عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، يعني انا ما غربلتوش ما ضفت عليه دقيق ابيض ما والو، كيف كتشوفوا 100% دقيق قمح كامل، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها دقيق قمح كامل وتلقايهم في النص داير لك دقيق ابيض اولا، هذا حتى راه ما كيبقاش دقيق قمح كامل، هذاك كيولي دقيق قمح مع الفورس اولا دقيق ابيض اولا فينو اولا اللي كان، انما الدقيق القمح الكامل 100% هو اللي كيكون كله يعني دقيق اسمر اولا قمح هكا كله. وانا هنا كيف شفتوا راه خليته قلت لكم بالنخاله ديالو. دونك عندي 500 غرام، طبعا كضعف المقادير علاش ما بغيتو. هنا عندي جوج معالق كبار ديال الحليب بودره او الحليب المجفف، ضروري في هذه الوصفه تستعملوه، هنا ما كانش عندكم ديروا جوج معالق كبار ديال ياغورت اولا ديال دانون بدون سكر. هنا عندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، استعملت انا هذه، ممكن تستعملوا الخميره العاديه العجينه. وعندي معلقه ديال الملح على حسب الكميه اللي انا مستعمله، طبعا الملح الخميره درت غير شويه لان اليوم الصهد الجو شويه سخون. هنا غنحتاج كما قلت لكم وصفه صحيه 100% وما غنديرش فيها سكر، غنستبدل السكر بالعسل، فغندير تقريبا واحد معلقه صغيره ديال العسل، نشوفوا هكا نحسب معلقه يا ماشي معلقه صغيره فوالا تقريبا هي غتعوض لينا داك السكر. راه سبق لي فاش درت معكم الخبز ديال دقيق القمح درنا فيه العسل ما درناش السكر، زعما تقريبا هكا معلقه باش تجيني هما. يلا اوكي، وعندي معلقه كبيره ديال الخل، نضيعوش العسل وانا معلقه كبيره ديال الخل، كيف شفتو تعمدت انني نديرها فوق السكر والعسل حتى وحطته تما. وهنا عندي تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، طبعا ممكن تبدلوا زيت الزيتون بزيت عادي، انما حنا كيفما قلت لكم بغينا الوصفه تجي صحيه 100%، وما نقولش لكم زيت الزيتون مع الدقيق القمح كيفاش كيتمشى، وغنخلي واحد شويه حتى الاخر عاوتاني ندخلو في العجين. هاد الطريقه كتجي العجين بحال الطريقه ديال المخابز كتجي ناجحه ومفشفشه في نفس الوقت وخفيفه. فوالا هنا عندي الماء ما دافي عادي باش غادي نلم العجين، غنديرو في العجانه، ودائما باش كندلكو كنعجنو يتدلك العجين مزيان كنستعملو هاد الباتو. انا الخل اللي استعملت فاستعملتو باش نخلي العجين كيجي مفشفش منفوش كيجي خفيف كيجي كيف غتشوفوا معايا في الاخير النتيجه، وحتى الا بغينا نحتفظوا فيه يعني بقات لنا كميه وبغينا نحتفظوا بها في المجمد فهي ما كتفسدش، يعني كيبقى محافظ على ديك الرطوبه الطراوه ديالو. دونك هادشي علاش باش ما تقولوش لي درنا الخل. وانا غنديرها تعجن ونبدا نضيف الماء بالتدريج ونخليها تدلك مزيان صافي، وندوز نكمل معكم. دابا البنات في هذه المرحله الاخيره غنخليه كيدور وغنزيد تقريبا قسم معلقه ديال زيت الزيتون باش تخليه في العجين كتعطي واحد هو. راه هاد الطريقه راه سبق لي ودرتها معكم في الخبز ديال الدقيق القمح وشفتوا النتيجه كيفاش جات، تبعوا المراحل كامله وغينجح معكم. كيف كتشوفوا معايا فبعد ما كنحصل على العجين مدلوك بحال هكا كيكون شويه مرخوف ما كيكونش قاصح بزاف، صافي غنجي نقسمو على جوج. انا وهذوك السوبيره اولا البانيو اولا اللي غنحط فيه اولا اي حاجه غنديرها شويه زيت الزيتون باش ما تلصقليش العجين، صافي نقسم على جوج. انا هنا الكميه ديال البيتزا غندير فيها غير شويه، فوالا دونك البيتزا غتكون كمية قليلة، أما البطبوط والبرجر ف
فهو اللي غيكون فيه القياس حجم اكثر. طبعا كل واحد شحال ما بغى. انا تقريبا هذا القياس ديال البيتزا غيخلي لي واحد الميني بيتزا يعني لا باس بهم. ما تقدرش تشوف الهندسه مكتب الزيت ونشوف واش غنزيد على لا. هاد الكميه غتكفيني للطبخ وغتكفيني للبرجر صافي. غنجي مازال غنكمل معكم ديال البيتزا نوريكم شنو غنضيفوا ليها. ما كاين غير هادي بعدا. كيف كتشوفوا العجين راه رخو انما مدلوك، ولكن من غادي يرتاح غينشف عندنا وما يبقاش بحال هكا. فوالا هنا هذا فيه ميني برجر وفيه الميني بطبوط اللي غنديروهم باحجام تما صغار. المهم احجام متوسطه ماشي صغيره. فوالا هادشي من ضيع وراه توا غادي نحاول انني نخلي الزيت بحال هكا ونخليه نغطيه بالفيلم اليمونتير ونخليه كيرتاح. تبغي واحد شويه نقطه ديال زيت الزيتون لانه عند دقيق القمح نشوف. فوالا غنخليو هذا يرتاح ونجي نشوف معكم هذا ديال البيتزا. غنسموه بالقليل تيغسل يدي ديجا. الو هنا عندي هاد الاعشاب المنسمه اللي فيها توم فيها بقدونس فيها حامض فيها يعني فلفل اسود بصل. مهم فيها تخليطه ريحان. فانا غنجي غنسم بها. طبعا ممكن ديروا بودره الثوم ممكن ديروا زعتر ممكن ديروا حبق. انا غنضيف حتى الحبق باش نسم العجين ديال البيتزا. ممكن ديروا كما قلت لكم غير بودره الثوم اولا بودره البصل وصافي. غنحاول ندخل هاد العناصر هنا التتبيله صافي. من بعد غنشطيها نغطيها بالفيلم المونتاج ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها وندوز نكمل معكم. ها انتما شفتوا مجرد ما كترتاح العجين راه كيبدا يشرب وما كيبقاش كيتلصق. فوالا نحاول ندخل لها هذوك التوابل صافي ونخليها ترتاح وندوز نكمل معكم بعد ما يضاعف الحجم ديالهم. انا البنات غنجيو نكملو بعد ما كيضاعف عندي الحجم ديال العجين بحال هكا. نخلي هذا ديال البيتزا على جنب ونجي نبداو بهذا ديال البطبوط والميني برجر. انا عندي شويه نخاله باش غنستعن بها هي نسرح بها العجين فوق منها. نجي ناخذ العجين نحاول نطلع الهواء شويه. هنا غنقسم هذا العجين على جوج بحيث واحد اللي غندير به الميني برجر والاخر غندير منو بطيبيطات. نخلي هذا هكا على جنب ديال البطبوط عفوا ديال الميني برجر. شوفوني تاني كيرتاح. عصبوني فريمون زعما راني يلاه كنت هضره مع الاتصالات وجيت كنكمل الفيديو حسب صوتي. اتصالات قاطعين الانترنت عندهم شي مشكل في الخيوطه اللي على الاكستيريور ماشي عندنا في الدار الداخل لانني ديجا فيريفيت لي عندي الداخل. او ما نقولش لكم من الجمعه الكونيكسيون حالتها مقطوعه بمره. كنشارجي الفيديوهات باش ينزلوا في اليوتيوب دغيا كيقاديو لك الريشارج ديال هذا 3G اولا 4G ما كتديش لك حتى نهار فريمون باش ينزل الفيديو كتخالي دغيا. فاشنو كل ساعه كنعيط كيقول لي انا غنريكلامي جو فيريكلامي. انا كتريكلامي خاصك تحصل شي معاهم الهضره عاد يفهموا راسهم. قلت ليها جو في ريزيلي هاد الكونطرا انا كاع وندير اوبيراتور اخر عاد خصهم ي واخا صافي انا غن كي صافي وضعنا. عصبوني فريمون تعصبت. الفيديوهات غير رمضان غيدخل غدا ان شاء الله رمضان والفيديوهات هادو خصهم ينزلو قبل من الوقت. هما باقيين عندي هنا غنرقق شويه العجين لان حنا دايرين فيه الخميره وبغينا باش البطبوط يجينا شويه من الداخل يعني خاوي باش نقدروا نديروا فيه الحوش. وحيت الا ما رققناهش وخلينا بحال هكا غنزيد ينتفخ ويخمر صدعتكم ما حيت عصبوني غيزيد يخمر وغيبقى لنا من الداخل غتجي في ديك البابه. وحنا محتاجين اننا باش نعمرو شويه غيكون الصوت ديالو بحال هكا كيف كتشوفوا معايا. ما كنوركوش يعني على المدلك نعجنوا العجين غير هكا في الخفيف كندوزوا المدلك. هنا انا شفتوني استعنت بالنخاله. طبعا المطبوط كديروه بالاحجام اللي نتوما بغيتو. حنا غندير هاد السيركل هادو باش ما تجيش البطبوط صغير او نلعبوا معاه. نحاول نصيغي العجين باش ما يجينيش ضايع في البواقي لان هادوك خصنا نعاودو نجمعوهم. وفوالا هذا العجين دابا غنجمعو نخليه حتى يرتاح مزيان عاوتاني عاد نعاود نخدم به عاد نعاود نسرحو ونخدم به مره اخرى. هي الميثود اللي كنديرو مع هذا العجين. دونك
بحال هكا هادو بيتي. هاد الشكل ونخليه يرتاح على جنب. فوالا هنا عندي صينية أو لامون بلاطو، درت فيه المنديل باش نحط فيه قبل البطبوط، خليه يعاود يخمر الخمرة الثانية. طبعا كيف كتشوفوا السمك ديالو هو هذا. نحطو سكات فينا باش ما نخسرش العجين. وانا غنزلهم هنايا ونرجع نكمل معكم باش ما نطولش الفيديو اكثر ويزيد ما ياخذ معايا وقت بزاف باش ينزل. انا كيف كتشوفوا استفت البطبوط غنغطي عليه ونخليه يرتاح على جنب بلا نكمل، يكون خمر عندي واحد شويه وندوزو نطيبوه في المخلات. ثم ندوزو البرجر. عندي صينيه اللي درت فيها طبي سيليكون وغنجي ناخذ العجين. طبعا نحاول دائما نزولو الهواء اللي كيكون فيه. نحاول مرة هنيت شويه في الدخانه. هنا غنجي نقطع البرجر يكون شويه لان ميني برجر فاحنا غنديرو شويه صغير. طبعا ممكن انكم توزنوهم باش يجيكم قياس واحد. بهذا الشكل كنقلب. فوالا صحوا لي ليكون هما معيطين كيتقطع ليا فريمون كيتقطع الفيديو. فاحنا غنجي نبدا ناخذ هاد الكريات هادو ديال الميني برجر. عندي هنايا ما وعندي فيه شويه ملح، فانا غنحاول انني نديرها هكا غير الوجه بهذا الشكل. طبعا نتوما عارفين هذا الميثود الصباح اللي درتها لكم مع الخبز. وغنجيب الشوفان او اي بودور انا باغا نديرهم في الوجه ونزولها هكا نحطها في الوجه. طبعا نعاود نقادها من بعد نعطيها شكل دائري ونحطها في الصينيه بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. طبعا كديروا اي بودور نتوما باغين، كنبعدوا بين كل وحده وحده. هنا غنتفخ الماء شويه وغنسمى بنفس الطريقه نزينهم اما بهكا زريعه او سانوج او لا اي حاجه بغيت. ونكمل معكم باش ما نطولش الفيديو اكثر. بنفس الطريقه كنستمر البنات، كندير الكريه في الماء وكنجي كندوزها في البودور اللي انا باغا تشكل اطراف الجوانب وتشكل. صافي غنخليهم حتى هما حتى يخمروا عاد ندخلهم الفرن يطيبوا مع البيتزا وندوز نكمل معكم. انا البنات صافي راه غنغطيها بمنديل حتى هي ونخليها تعاود تخمر وندوز نصوبوا البيتزا. انا البنات هنا راه درت الفرن يسخن على 180 درجه من الفوق ومن الاسفل. طبعا كنرشوا دائما سطح العمل كنسانو بالنخاله او لا ممكن بقى القرفه عادي. هنا غناخذ العجين حتى هو ارتاح ضعف الحجم ديالو. نحاول انني نخرج منه الهواء بهذا الشكل. صافي غنجي نبدا كنسرح فيها بهذا الشكل كنديروها بطريقة. طبعا اما بفرشات اما الى عندكم هاد العيبه غتجيو وتكبر العجين بهذا الشكل كتسهل صراحه عادي انك تبقى تكي فيها تنسي بلاصه وتزبدي بلاصه. فوالا بهذا الشكل انا كنمرر بشكل طولي وبشكل عاوتاني بالعرض باش نتاكد ان الثقبات كانوا مزيان. كنجي اما باي سيركل طبعا اي حجم بغيتو كنبدا نقطع بهذا الشكل. دائما كنخليوش مساحات بين كل وحده وحده باش ما نبقاوش نضيعوا في العجين ونلموا فيه اكثر من مره. فوالا معكم السمك درتها رقيقه كيف كتشوفوا فهي رقيقه جدا 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 يعني فريمون رققتها بزاف لان دقيق القمح باش ما يجيناش. وكيبقى لكم الاختيار اللي كيبغيها تكون
لاباط كيبغي لاباط ديال البيتزا تكون غليظه فهو يديرها بالحجم اللي بغا. انا درتها بهكا كيبقى لكم الاختيار. طبعا كنجي فوق ورق زبده كنحطها نستف سنو نهدي باش ما نخسروش الحجم وصافي. ها هي واجده غندخلها الطيب نص طيبه. دائما البيتزا كنديروا ليها نص طيبه باش كتبقى لكم على فاش كنديروا الحشو. انا البنات غندخل البيتزا طيب واحد نص طيبه ومن بعد نخرجها ونوريكم الشكل ديالها وهي الميني برجر. طبعا الميني برجر ما غندخلوش دابا نخليهم حتى يخمروا واحد شويه. انا البنات هنا تقريبا درت واحد 10 دقائق صافي وخرجت البيتزا ديالي. كيف كتشوفوا كنجي كنقلبها بحال هكا. علاش؟ باش ما تشمش لي من الجناب اولا تولي عرفتي ديك البيتزا اللي كتولي الفورمه ديالها ما كتبقاش دائريه. ديما ديروا هذه الحركه هذه كتخلي السخونيه كترجع عليها و ماشي كتطلع بحال كتقروش كيف ما كنقولوا هكا. صافي ها هي تقريبا كيف ما شفتوا ساهله. دابا انا غنبغي نجبد نستعملها غندير الحشو ونرجع تكمل في الطياب وغتشوفوا معايا هذا الشيء ان شاء الله في الفيديو ديال غدا نهار رمضان ان شاء الله. هو رمضان كريم بالصحه والسلامه على الجميع ويا ربي تلقوا لي الانترنت باش ينزل هذا الفيديو اليوم وغدا ان شاء الله اول رمضان. ندير معكم يعني تحضيرات لي هكا اللي كتكون ديال داكشي ديال رمضان. سينو راه يوصل لكم حتى لنص رمضان ولا حتى 27 ولا حتى نهار العيد. صافي وغن نكمل البقيه. بقات عندي غير هاد شويه كنخليها حتى هي ترتاح والاخرين ندوزو نطيبو البطبوط والميني برجر غنخليه حتى يخمر واحد شويه مزيان عاد ندخلو يطيب. راه بنفس الطريقه كندير لاطاس كاملين وصافي. انا البنات صافي ها هو خوان عندي الميني برجر غندخلو يطيب صافي ونكمل معكم البطبوط وندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالهم كاملين. طبعا هنا عندي المقله الصغيره مقله ثقيله باقيه ما بدينا نصومو دايخه. درت هاد السخون وغنجي نبدا ننزل البطبوط بهاد الشكل على نار مهيله. طبعا يا ربي يكون خمر ضروري البنات ما تكون النار مهيله باش يتفخ معكم البطبوط كيف كتشوفوا. ما تشهدوش عليه النار نار راه ناقصه على اقصى حد. خليه يطيب على راحته وعلى مهلو باش يتفخ مزيان ويجينا خاوي من الداخل. كنستعمل هادو ديال السوشي هما باش كنقلب في هاد اللحظات. علاش؟ لان فريمون العجين كيكون حساس يعني الا تقاط غير شويه ولا هذا فهو ما يتفخش لينا خصو شي تتقبل هو في المرحله. انا هنا غنجي غندير نحاول بهدوء انني نقلبهم غيب شويه البنات. اللي بانت ليا طابت اولا تحمرات غنحيدها نزولها انا. اللي طابت البنات غنزولها ونحطها مباشره هكا فوق شي حاجه من ديل نخليوه ترجع لي سخونيه بالشكل. انا البنات كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال البرجر او الميني برجر. ممكن كذلك تستعملوهم كخبيزات ماشي بالضروره يعني ديروهم برجر. ممكن لو بغيتو ديروا فكره انه ديروا خبيزات هكا صغار تزينوا بهم مائده الفطور صباح صباح رمضان. فوالا كيف كتشوفوا او ماي جاد باقي ساخن. فوالا كيف كتشوفوا هذا هما الاشكال اللي صوبنا. طبعا غير ترجع عليه البروديه شويه وندوز نكمل نوريكم الشكل النهائي. طبعا بالنسبه للبطبوط فهو كيف كتشوفوا كيجي من فوق حلو لكم من الداخل.
حاجه باش ما الا خفتوا انه ما يتنفخش لكم، فانتم حاولوا تستعملوا كيردون باش تقلبوه. وانا تشوفوا معايا الداخل، لان انا شي وحدين عندي ما تنفخوش ليا بزاف، انما حتى هما يكون الداخل ديالهم فارغ، نقدروا نديروا فيه اي حشو بغينا. هانتوما شفتوا حتى اللي ما تنفخوش عندي راه الداخل ديالهم، ان فوا نحلوه هانتوما باش يبان لكم اكثر. او ماي جاد، سخونية في الصينية طالة. هانتوما هادي اللي وريتكم كانت منفوخة، هادي هاهي ما منفوخاش، نوريكم الشكل ديالها من الداخل. هانتوما قطعها غي شوية باش ما تكونش عاوتاني محلوة ديالي بزاف. شوف يعني حتى واخا اللي ما تنفخوش، ان فوا غتقطعوهم ديروا الحشو ليكم، ديروا الحشو اللي بغيتو. والبرجر ها هو حتى هو ينوريكم واحدة من الداخل اخرى مازال سخون. طبعا البرجر غنوريكم الطريقه كيفاش ممكن تعمروه في رمضان. غتقسموه على جوج وكتحمصوا الوجه هذا اللي كيكون هنايا هادو شويه زيت زيتون، وصافي كديروا الحشوه اللي بغيتو. انا هنا غنوريكم باش تشوفوا انه يوم المهم راه ما دايرهش لكم انا اليوم العماره، غير العجين البيتزا هي هادي. نوريكم الطريف الصغير والريشات، هانتوما شوفوا الداخل كيفاش كيجي رائع، فريمون خفيف وظريف. عجين واحد تقدروا تشكلوا منه بزاف الاشكال، وكيف ما قلت لكم ماشي بالضروره هاد لي برجر، تقدروا ديروهم كخبيزات صغار مع الفطور البطبوط. ها هو الشكل ديالو البنات، هذا هما الاشكال اللي صوبنا بعجين واحد كما وعدتكم، ميني برجر ميني بيتزا و طيبطات صغار حتى همايا. فوالا يلا باباي البنات.